السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه يا أخوان طريقة تنبيت البذور، وهذه بذور مانجو الكولومبي، صنف جميل، وحبينا نعمل منه شتلات. الصنف متعدد لجنة، راح أراويكم التنبيت والطريقة. وشفت هذه الطريقة أنا مجدية ما شاء الله. ولاحظوا يا أخوان تنبيت الجذور، لاحظوا ظهور الجذور، يعني البذور إن شاء الله جاهزة. فهذه الطريقة أسرع طريقة وأجدى طريقة لتنبيت بذور المانجو. لاحظوا ما شاء الله، أفتحها لكم. عبارة عن منديل ورقي وتبليله بالماء، وهذه النتائج. هذه الكولومبي، لاحظوا كل البذور نبتوا. السر في الألمنيوم هذا، أنا ما أعرف، بس ما يحدث معاي تعفن، والطريقة مجربة وناجحة. هذه لاحظوا التنبيت والجذور ما شاء الله، بذور الكولومبي ما شاء الله، اللهم بارك. الحين ممكن ننقلهم في الأرض. لاحظوا يا أخوان السر في الألمنيوم هذا، سبحان الله. والله يوفقنا ويوفقكم إن شاء الله أجمعين. الطريقة نبلل، نبطل الجنين، نحطه في كلينكس، نبلل الكلينكس، نغطى عليه بالألمنيوم.